اسمها ما بيطلع غيزك. نقلب عليها. قلب عليها. دابا شوف راك انت التليفون شمن ماركة التليفون؟ سامسونج. دابا هذا صاحبك. صاحبك. صاحبك واش فرك؟ صاحبك واكلي الطعام واكلي وبالك التليفون. التليفون عند مزرعة حطه. يلاه تسطى انت. انت السفر هو ذاك الصور قال لي هو اللي جاب. هذا هو اللي جاب التليفون. هذا هو اللي سمعتوا بها الفيدة هذو. الفيدة. والله يعطيهم الصحة. فين لقاو هذا فين؟ دخلت من دراسة في المدرسة. علاش نجيك الصراحة؟ مرة كيتبرس باغي يشكى راه باغي يسلج. وباب مسدود. باغي يضرب ضربة ويزيد. باغي يزيد بحال هكا. هو قلب عليها. دخلت انا في كليشي دي شي تليفون قال لي الله يعطيني واحد. لا حيت دابا هو رحت شويه هنا اخلي اجي حدايا اجي حدايا باش صوتك تتفعل عادي. انا هضرت شي وقت. لا واش واخا يلا اذا مشاهدي قناه شوف تيفي هذا هو الضحيه اللي تسرق ليه الهاتف ورجال الامن هما من وراكم يعني شدوا الشفار. المهم سمعوا القصه هذا راه صاحبه شفرو كمل شنو وقع بالضبط. خويا مريح معايا في المدرسه كنصبغو كنساليو كنقادو كنغسلو حياتنا ما عيط عليا صاحبي قال يلا تمشي معايا عندنا واحد الخدمه قلت له لا سير قلت له خليني نبقى انا هنايا قالك لا يلا ما يلا ما قلت له لا سير شويه مشى صاحبي هو ودراري بقيت انا تما لداخل عيط لي واحد السباق صاحبي قال لي هشام خويا ما عندكم يدا جي عاوني قلت له واخا خلي التليفون هو اللي كاين خرج ما لقيتش التليفون كنبكي كنتلفي كنقول الله يرحم ولدي باغي التليفون طار ما عقدش عليا قال لي ما ديتوش لك دابا ضاربي لي المينوت دابا ضاربي لي المينوت جمعني وطواني انا فقت الصباح جيت بحال هكا دخل الدراري الحباب خوتي مريح معاهم كيصبروا فيا دراري دماغي قال لي سير عند المزرعه الشيطان قال لي سير عند المزرعه هاد المزرعه دخلت بواحد الدخله واعره كنتلفي دابا المزرع ما قالكش واحد السرعه دابا بوحدي كنتلفي دخلت بدخله زوينه رمعت عليه العار قلت له الجماعه قال لي قال لي كاين واحد السيد معاكم كاين واحد السيد راه معاكم طويل كياخذ معايا ديال كادو راه هو اللي جاب لي التليفون باماره قال لي راه عندنا السباغه لداخل خف التليفون عمر لي السباغه حطو تشارجي لي لداخل عندك صافي حطو لداخل عندك بارطاجيو الخوت راه هذا في واحد الفيلم ديال فيلم كوميدي فيلم كوميدي هذا زيد قلب عليها مشينا لهاد المزرعة قال لي ولدي قال لي التليفون هو كاين عندي وكي مصورة فيه دري وكي جابوا لي واحد السيد حاطو كيتشارجا أنا قال لي ما عرفتش واش شكون هو قول لي وريني التليفون وريني ولا ماشي وريني التليفون قال لي روند هذيك الساعة لا سيدي ملي حط التليفون عنده قال لي حطو عندك يتشارجا خافوا لي تخو لي عمر لي صباغة ملي سالو وغسل حالتو طرق التليفون خداه حنا التليفون وانت ديك الساعة رانا يضع عليه الحرب لداخل ما يضع عليه حرب وحنا كنصونيو سيفور هذا المزرع المزرع كيصوني واحد الوقيتة ما بقاش بغا يجاوب التليفون واحد الوقيتة ملي خرج هو طفى التليفون النمرة طفات دابا هذا صاحبك صاحبو مشاركين الطعام راه فوق من شهر ونص حنا خدامين انتوا باش كديروا في المدرسه شنو خدامين؟ تابعين الورشه ديال الشبيبه والرياضه الورشه الشبيبه والرياضه دابا انتوما صحاب كتخدموا مجموعين دابا شهرين وانتوما في المدرسه خدامين وحنايا دابا الغريب في العمر هو اللي خدام دابا مشى لكوالو؟ لا ما مشى ولكن انا بقى بيا الحال الغدر هذا هو الغدر كنت تاكل معايا الطعام وتغدرني يعني راه ما لا ما بقاتش الثقة وليت انا شاك في راسي انا ما كنتش معاهم البارح وبقى بيا الحال دابا هذا راه صاحبك هو كل معاك الخبز وشهرين وعيش معاك وفي الاخر دالك نوض بابا اللي كيضحك مرتاح هو راه بقى بعدا هو ديما قاتل مو ديما قاتل بو بالعصا قال لهم با هذا العملية امي هذا العملية هذا نسلفو 3000 باش بعطيها لي سلفتي 150 باغي كمي سلفتي 150 درهم وعيا معايا الباه هشام خويا شي درهم هاك وراه مخورني حاشا السيد في التليفون ما فرحتش تسلا تسكت ما تخصهاش الهضره قال لي التليفون هشام خويا شي درهم ناخذ بارو هاك مشيت الصباح جيت ما لقيتش التليفون كنبكي كنتنقصص بقى فينا حنايا هو الباه هو شاف كلشي بعيد جيت لقيته مرشو صاحبي بحال مصدومه بحال ما عرفتش الدوله المرا عندي راه تلهنا هو كيبكي شكون هو؟ كيبكي سامسونج حيت كنخدم به هادشي اللي هو بنادم ما يكون كيف ما كان شوف خويا خلاصة تحول شناهي خلاصة تحول شناهي نتايا جالس معايا ما تغدرنيش ايوا كل غدر دابا هذا شهرين وعيش معاك هادشي راه في الثانوية الإعدادية العيون في درب السلطان هادشي راه في درب السلطان وتحية لرجال الأمن ديال منطقة الفيدا اللي راه ضارب إلى المينوط دابا فين غيمشي دابا؟ ومن بعد ويتيام؟ بولو
البولو من بعد البولو وكاشات تنادي سويسرا تليفوني غنسمح ليه اما قدامكم جابيه ديالي غنسمح ليه ما جابش ديالي غتسمح ليه مازال لا هذا قلبه كبير يحضرنا التليفون هذا نوركو عليه نديرو ليه التنازل ولكن كيبان لي العقوبه ضروري ما ياخذها من خلال الشفار باش نهضروا واقع ونشدوا البحث على القانون وكنعرفوا القانون شد القهوه عنده ما كاينش في القهوه البارح وجاو صحابو الناس مسؤولين ديال القانون عارفين اش كيدير شكون اخويا والله العادي ملي جاو صحابو هي الانسان كتبقى عنده جوان كيتاجر مخدرات او مبلي بربوقا كيشدو يقدروا يديروا معاه شي يديروا معاه مزيان كما كنقولوا بهذا المصطلح ولكن واحد النمره ديال ماتي باش نعيط لها في التليفون ولكن ملي كتسمعوا الشفار شوف راه الشفار الشفار يقول لك واحد الحاجه انا ضد انك تسامح حيت الوكيل شوف ما كاين لا وكيل لا وكيله اسمع يقول لك انا طحت في سرقه السلام عليكم واش الشفار ما خاصهاش المسامحه لان الشفار كيكرفس السيد راه كاين شفرك اليوم ها وكاع وليت انا وكاع غير شفرك انت اليوم غادي يشفر مو ولا با ولا صاحبه ولا جا كيخلوا التليفون حنا اليوم قلنا ما نخدموش هذا عرفتي شوف انتم راتكم الزر كون جبا لكم كلشي حبوا تبانوا زاد وتا دار لي يلاه واخد التليفون واخد الايفون واخد ب 6000 درهم ولا 7000 درهم باش والله ما شافوش وكيحطوا بعض المرات يتشارجا انا كنحط الريدمي نوت ويتش كنحط حتى انا ما على باليش انا كنبقى حتى ما يمكنش دابا صاحبك الله يرحمك كيفاش غادي تشك فيه ما يمكن دابا انت ريحتي معايا في قهوه شربتي معايا قهوه نقول لك شنو خرج في عينه اش قال لك؟ قال لي هشام انا ما نديش قال لي ديالك الله يعطيني والله يعطيني والله يعطيني ربي قال لي على راسه ربي قلت لك ربي قال لي سعد مزرعة خش طل هاد المزرعة قلقلت شو دويت معاه رحمت ليه والدي العواش ذلك قال لي اخويا عندي التليفون جابوا لي واحد خدام معاكم ما نقولش لي شكون هو التليفون جابوا واحد خدام معاكم وعرفتي هو من جا الامن اللي جا الامن جا الامن صوروا اللي جا الامن صوروا سميتو قال لي هو هذا اللي حيت ما غاديش تلبس ساعه ملي جاو البوليس اللي حيدوا ليه ما غاديش حيدوا ليه التليفون ديالو داو المزرع قالوا له واش هو هذا التليفون اللي جاب لك التشارجه قال لهم لا ماشي هو هذا التليفون ولكن هو هذا اللي في التصويره قال لي في التصويره هو اللي جاب لي التليفون حيت الامن خدا لي تيليفونو الامن لا كتولي مشاركه دابا الامن الا كذاب غتولي مشاركه هادي خيس ليا مزرعة كنطفيه كيقول لي علاش كتسول فيا السؤال تيليفونو بديت كنبكي عند مزرعة واش هو هذا شو هذا التيليفون كنبكي يعني التيليفون ويا مزرعة ما كتبكي قلت لي كنبكي قلت لي حشا لي التيليفون فيه تصاور ولدي وتصاور ديال الدار هو يقول لي قال لي التيليفون هو عندي واكيد ديالك اللي معك في المدرسه ضرب لي مرتاح ضرب لي مرتاح ضرب لي خز الزمره حد بان لي البحكه مكفي نص نهار هادو هو اللي شافر تليفون مشيت قناه شفتي في الدار بين ليه المينوت كاين ومرتاح وخايد راسو زعما واش هو فايق فايق ولا مرفوع ملي دخل مع الناس دابا راه باقي الله ملي يطلع الصافي باش يولي هضره اخرى لا راه بان لي مرتاح ضروري تمشي معاه ضروري تمشي معاه المحضر هذا ما يديروا لك انت الضحيه شاف لك التليفون بارطاجيو الخوت المهم راه اللي شفروا شي واحد وعاود تسمح ليه فما يلوم راسو لان كيف شفرك انت اليوم غدا غادي يشفر لي انا وغدا غادي يشفر واحد اخر كنتكلمو فيه على التليفون ونديرو فيه ما كاين والو دابا كاين فقط وصول سيارة الأمن باش ينقلو لي أماجا صافي سالا الحفلة يا ربي الحفلة يلاه سويسرا سويسرا تنادي الإنجليز 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 حتى شوف كيقلبوا عليها صاحبي وحق الله العظيم اللي كيقلبوا على المشاكل اذا غادي يتم نقل السارق لمخفر الشرطه
وتحية لرجال أمن منطقة الفداء، السقور ديال منطقة أمن الفداء. إذا قلب على مشكل طويل، فأخيب حاجة أن الصديق ديالك يكون معك ويغدرك ويشفرك، وانت عايش معك شهرين واكل معك وشارب معك، وفي الأخير كتتعرض لواحد العملية سرقة من أقرب المقربين لك، لأن هذا كتعتبر أقرب المقربين لي لأن شهرين هو معاه، في الأخير ما عقلش على العشرة. فغادي نوصل نهاية المباشر من منطقة درب السلطان من الفداء. تحية رجال الأمن ديال منطقة الفداء، وحدوا راسكم من الشفرار كثروا هاد الأيامات. تبارك الله عليكم.